أهلا بيكم. النهاردة هنحل درس التجارة في وطننا العربي. السؤال الأول: اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. 1- بدأ انتشار التجارة في شبه الجزيرة العربية بعد ظهور الإسلام. الإجابة خطأ. 2- من المراكز التجارية الإسلامية قديما القاهرة. الإجابة خطأ. 3- أسهمت التجارة في نشر الإسلام في أرجاء العالم. الإجابة صواب. 4- من مساوئ التجارة العربية انتشار البطالة. الإجابة خطأ. 5- تسعى الدول العربية للنهوض بالتجارة البينية العربية. الإجابة صواب. 6- يعد التبادل التجاري بين دولتي الإمارات والبحرين تجارة دولية. طبعا الإجابة خطأ. 7- تنوع الصادرات العربية من أسباب ضعف التجارة البينية. الإجابة خطأ. 8- من الواردات العربية المحاصيل الزراعية. الإجابة صواب. السؤال الثاني: أكمل العبارات التالية بما يناسبها من كلمات. 1- تسهم التجارة في الوطن العربي في توفير، طبعا تسهم في توفير النقد الأجنبي. 2- من المراكز التجارية العربية قديما نقط ونقط، طبعا عندنا البصرة وجدة وصنعاء والإسكندرية. 3- من أسباب ضعف التجارة البينية العربية التشابه بين طبعا السلع والخدمات. السؤال اللي بعده: تستحوذ كل من الإمارات والسعودية وعمان على نحو 90% من الصادرات البينية دولة طبعا البحرين. التبادل التجاري عن طريق الإنترنت يعد تجارة، طبعا تجارة إلكترونية. لتنمية التجارة البينية العربية تقوم الدول بإنشاء نقط وإقامة نقط، طبعا تقوم بإنشاء العديد من التجمعات العربية وإقامة المعارض الدائمة أو السنوية. السؤال الثالث: اكتب ما تشير إليه كل عبارة من العبارتين الآتيتين يقصد بها الصادرات والواردات من السلع والخدمات بين الدول العربية، تجارة بينية عربية. يقصد بها الصادرات والواردات بين دول الوطن العربي وباقي دول العالم، تجارة دولية أو تجارة خارجية. السؤال الرابع: اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. توفر التجارة العربية العملات المعدنية الأجنبية المحلية الإقليمية. الإجابة الأجنبية. 2- ساعدت في نشر الإسلام قديما حرفة الزراعة الصناعة التجارة السياحة. الإجابة التجارة. 3- أي من الدول التالية تشترك في منطقة التجارة الحرة العربية؟ جيبوتي، الصومال، السودان، موريتانيا. الإجابة السودان. 4- تتمثل أعلى نسبة صادرات عربية من الوقود، الإلكترونيات، السيارات، المياه. الإجابة الوقود. 5- يعد اختراق خصوصية العميل وسرقة البيانات في التجارة الإلكترونية من إيجابيتها، سلبيتها، أهميتها، أسبابها. الإجابة سلبيتها. السؤال الخامس: صنف الدول العربية التالية إلى الاتحاد المنضمة له في الجدول الآتي: موريتانيا، عمان، مصر، البحرين، الجزائر، الأردن. اتحاد دول المغرب العربي طبعا فيه موريتانيا والجزائر. مجلس التعاون لدول الخليج العربي طبعا فيه عمان والبحرين. دول اتفاقية أغادير طبعا عندنا مصر والأردن. السؤال السادس: أمام خريطة للوطن العربي استخرج منها دولة منضمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، طبعا عندنا الدولة رقم 1 هنا في عند المؤشر هي دولة السعودية. 2- دولة مشتركة في اتفاقية أغادير واتحاد دول المغرب العربي، طبعا الدولة رقم 2 هنا هي دولة المغرب. 3- دولة غير منضمة إلى أي اتحاد، طبعا الدولة الغير منضمة إلى أي اتحاد هي دولة الصومال. السؤال السابع: بما تفسر أهمية التجارة بالنسبة للدول الإسلامية قديما؟ طبعا التجارة أسهمت في بناء الدولة الإسلامية ونشر الإسلام في أرجاء العالم. 2- بما تفسر أهمية التجارة حديثا؟ طبعا التجارة حديثا ساهمت في تعزيز العلاقات بين الدول وتلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات وتوافر النقد الأجنبي وتوافر فرص العمل. 3- ضعف التجارة بين الدول العربية.
طبعا كان هناك ضعف بسبب التشابه الكبير بين السلع والخدمات بين الدول العربية، وعدم تنوع الصادرات العربية، وضعف التكنولوجيا، ووجود حواجز جمركية بين الدول العربية، وتركز التبادل العربي مع دول الجوار. إنشاء العديد من التجمعات العربية طبعا للنهوض بالتجارة البينية العربية. 5، بما تفسر ظهور التجارة الإلكترونية. طبعا ظهرت التجارة بسبب التطور التكنولوجي. للتجارة الإلكترونية أهمية كبيرة. طبعا التجارة الإلكترونية تساعد في خفض أسعار السلع والخدمات، وتتيح إمكانية الشراء على نطاق أوسع للشركات والأفراد. السؤال 8 دلل على صحة كل عبارة من العبارات الآتية: تسعى الدول العربية للنهوض بالتجارة البينية، حيث تقوم بتنويع الصادرات وتنميتها، وخاصة الصادرات غير النفطية، وتقليص الجمارك بين الدول العربية، وإقامة المعارض الدائمة أو السنوية، والدعاية للمنتجات العربية، وإنشاء العديد من التجمعات العربية. للتجارة الإلكترونية عدة مخاطر. طبعا عندها مخاطر، منها عمليات النصب والاحتيال التي قد يتعرض لها الأفراد أو الشركات، واختراق خصوصية العميل وسرقة بياناته. للدول العربية جهود في دعم التجارة الإلكترونية طبعا، حيث تقوم بإنشاء الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، وزيادة منصات التجارة الإلكترونية، وتشجيع الشركات العربية التي تستخدم التجارة الإلكترونية. أجب عن السؤالين الآتيين: ما العلاقة بين الحواجز الجمركية والتجارة البينية؟ طبعا الحواجز الجمركية كل لما بتزيد يؤدي ذلك إلى ضعف التجارة البينية، يبقى تتسم التجارة البينية بالضعف بسبب وجود الحواجز الجمركية بين الدول العربية. 2، اقترح طرق لتنشيط التجارة بين الدول العربية. طبعا العمل على تنويع الصادرات العربية، وزيادة الاهتمام بالتكنولوجيا، وعدم وجود حواجز جمركية بين الدول العربية، وزيادة التبادل العربي مع كل الدول. السؤال اللي بعده، أسئلة امتحانات الإدارات، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أشهر المراكز التجارية قديما: الأسكندرية، القاهرة، مطروح، العالمين. الإجابة عندنا هتكون الأسكندرية. 2، تبادل السلع والخدمات باستخدام الإنترنت تسمى مقيدة، تجارة إلكترونية، تجارة خارجية، صناعة. الإجابة هتكون تجارة إلكترونية. 3، تتسم بالضعف بسبب التشابه بين السلع والخدمات وعدم تنوع الصادرات، توضح الجملة: التجارة العالمية، البينية العربية، الإلكترونية الخارجية. الإجابة البينية العربية. السؤال الثاني، أكمل العبارات الآتية بكلمات مناسبة: 1، من المراكز التجارية في الدول الإسلامية. طبعا عندنا جدة، صنعاء، البصرة، الإسكندرية. الصادرات والواردات من السلع والخدمات بين الدول العربية تسمى، طبعا تسمى التجارة البينية العربية. السؤال الثالث، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. ضمت اتفاقية أغادير التجارية دولة الصومال. طبعا الإجابة هتكون خطأ. 2، التبادل التجاري بين الدول العربية ضعيف. الإجابة طبعا صواب. 3، يصدر الوطن العربي للعالم الوقود والمعادن. الإجابة صواب. السؤال اللي بعده، تسهم التجارة في تعزيز العلاقات بين الدول. طبعا الإجابة صواب. 5، أدت الحواجز الجمركية بين الدول العربية إلى ضعف التجارة البينية. الإجابة صواب. 6، تساعد التجارة الإلكترونية على خفض أسعار السلع والخدمات. الإجابة صواب. 7، التشابه بين السلع والخدمات التي تنتجها الدول العربية أدى إلى ضعف التجارة بينها. طبعا الإجابة صواب. 8، تتسم التجارة البينية العربية بالقوة. طبعا الإجابة صواب. آسف، هنا آخر واحدة، تتسم التجارة البينية العربية بالقوة. لا، تتسم بالضعف عشان تشابه المنتجات والتركز والحاجات دي. معذرة، آخر واحدة خطأ. السؤال الرابع، اكتب ما تشير إليه العبارتين الأتيتين: الصادرات والواردات بين الدول الوطن العربي وباقي دول العالم. طبعا دي اسمها التجارة الدولية الخارجية. بعد كده، تبادل السلع والخدمات باستخدام شبكة المعلومات الدولية الإنترنت. طبعا عندنا التجارة الإلكترونية. السؤال الخامس، اذكر نتيجة مترتبة على التشابه الكبير بين السلع والخدمات التي تنتجها الدول العربية. طبعا ضعف التجارة البينية العربية.
السؤال الثالث، ما المقصود بالتجارة الإلكترونية؟ طبعا مقصود بها تبادل السلع والخدمات باستخدام شبكة المعلومات الدولية اللي هي الإنترنت. السؤال اللي بعده، اختبر نفسك، أكمل العبارات الآتية بالكلمات المناسبة. أولى الدول العربية في تربية الإبل طبعا عندنا الصومال. للنهوض بالتجارة البينية، قامت الدول العربية بتقليص، طبعا قامت بتقليص عندنا الجمارك بين الدول العربية. من أهم التجمعات العربية طبعا عندنا أكتر من تجمع، عندنا منطقة التجارة الحرة واتحاد دول المغرب العربي. ما النتائج المترتبة على وجود العيون المياه الكبريتية في الوطن العربي؟ طبعا ترتب على ذلك وجود السياحة العلاجية في كثير من المناطق مثل سيوة وعيون موسى في مصر وعين معين في الأردن. ما النتائج المترتبة على تركز التبادل العربي بين الدول العربية؟ طبعا أدى ذلك إلى ضعف التجارة البينية بين الدول العربية. السؤال الثاني، صوب ما تحتوي خط، تأتي دولة قطر في المرتبة الأولى عربيا في إنتاج البترول طبعا الغاز. توفر التجارة في الوطن العربي النقد المحلي، طبعا النقد الدولي أو النقد الأجنبي. السؤال اللي بعده، البيع والشراء عبر الإنترنت يقصد به التجارة الخارجية؟ طبعا يقصد به التجارة الإلكترونية. 4، أولى الدول العربية إنتاجا للبن السودان؟ طبعا عندنا اليمن. بما تفسر أهمية التجارة في العصر الحديث؟ طبعا السؤال ده مفتوح، ممكن نقول تعزيز العلاقات بين الدول، تلبية احتياجات السكان من الغذاء والسلع والخدمات، توافر النقد الأجنبي، توافر فرص عمل. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. أي مما يلي يعد من معوقات التجارة البينية؟ تنوع الإنتاج، تنوع الصادرات، تطور التكنولوجيا، تشابه الإنتاج. الإجابة تشابه الإنتاج. تساعد التجارة الإلكترونية على زيادة التلوث، ارتفاع الأسعار، تقليل الازدحام، إهدار الوقت. طبعا الإجابة تقليل الازدحام. 3، يدخل الحديد في صناعة أسلاك التليفون، مواد الطلاء، الكباري والمنشآت، مواد الطلاء. الإجابة الكباري والمنشآت. 4، أشهر المراكز التجارية الإسلامية قديما هي الأسكندرية، القاهرة، مطروح، العلمين. الإجابة الأسكندرية. 5، انضمت مصر إلى بعض التجمعات العربية، منها منطقة التجارة الحرة، اتحاد المغرب العربي، اتحاد مجلس التعاون، اتحاد جنوب شرق آسيا. الإجابة منطقة التجارة الحرة. وبكده انتهينا من أسئلة الدرس. شكرا ليكم، وكان معكم مستر إبراهيم كامل من قناة على السريع. ياريت تدعمونا باشتراك في القناة لو سمحتم، ليأتيكم كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.